السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي. النهاردة بنكمل معاكم ملاحظات في الكيمياء الكهربية، بعض الأسئلة المهمة في بداية الكيمياء الكهربية. متى توقف القنطرة الملحية عن العمل؟ متى تتوقف القنطرة الملحية عن العمل؟ أولا، إذا تآكل الأنود، تآكل الأنود كامل، يعني ما عادش عندنا خرسين مثلا. 2، نضوب أيونات الكاسود، يعني أيونات النحاس انتهت، وبالتالي ما عادش عندنا حاجة يحصل لها أكسدة ولا حاجة يحصل لها اختزال. 3، رفع السلك. 5، رقم 4 اللي هو رفع القنطرة أو وضع محلول يكون رواسب في نصفي الخلية أو استخدام راسب ووضعه في القنطرة، وبالتالي ديات الأشياء اللي بتؤدي إلى توقف القنطرة الملحية عن العمل. السؤال التاني لو عايزين نجاوب عليه، ماذا يحدث عند وضع ساق من فلز ناشط في محلول فلز أقل نشاط، زي مثلا لما نجيب كبريتات نحاس ونحط معاه خرسين؟ اللي هيحصل إن الخرسين هيحل محل النحاس، وبالتالي يتكون عندي كبريتات خرسين زائد ذرات النحاس. هنا كده أول حاجة هيترسب الفلز الأقل نشاط على ساق الفلز الأنشط. 2، هيتآكل الفلز الأنشط. 3، ايه اللي هيحصل عندنا؟ ان احنا هيتكون عندنا او هينطلق طاقة حرارية، ينطلق طاقة حرارية، ان التفاعل بتاعنا ده دلتا اتش بتاعته بالسالب، يعني التفاعل بتاعنا طارد. 4، لا يتولد التيار بالرغم من وجود إلكترونات، ولكن الإلكترونات بتنتقل مباشرة من العامل المختزل إلى العامل المؤكسد. طيب تعالى بقى نشوف السؤال أو الجزئية، الفكرة اللي هي مبنية هنا كده. ممكن نجيب لك سؤال ونقول لك علل: لا تحفظ محاليل الفلزات الأقل نشاط في أواني من فلزات أنشط. ما ينفعش نجيب كبريتات نحاس ونحفظها في إناء من الخرسين، ما ينفعش نجيب كبريتات نحاس ونحفظها في إناء من الألمونيوم، لأن هنا الفلز الأنشط هيحل محل الفلز أقل نشاط ويحصل له عملية تآكل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا: في القنطرة الملحية ايه اللي يحصل لو احنا حطينا فيها BaCl2؟ طبعا هنا ايونات الباريوم هتتجه الى نصفي الخلية وتتحد مع ايونات الكبريتات وتكون كبريتات باريوم راسب، فهيتوقف التفاعل الكيميائي تدريجيا. طيب ال BaSO4 طبعا هنا ده مش محلول الكتروليت، ده راسب، يبقى كده اصلا القنطره مش هتشتغل وتفاعل الاكسده والاختزال مش هيتم اصلا. ال Na2S عندك ده الكبريتيد هيتحد مع نحاس الموجود في نصف خليه الكاثود ويكون كبريتيد نحاس وده راسب، وبالتالي هيتوقف التفاعل ولا يمر تيار كهربي بعد فتره. الجزئيه اللي بعد كده وديت مهمه: العلاقه بين الكتل والكتل والتركيزات والكتل وتركيز وتركيز، ازاي يا مستر؟ لو انا قلت لك ايه العلاقة ما بين كتلة الخرسين وكتلة النحاس، طالما كتلة وكتلة هيبقى العلاقة بينهم علاقة عكسية. ايه العلاقة بين تركيز وتركيز؟ تركيز ايونات النحاس وتركيز ايونات الخرسين، طالما تركيز وتركيز يبقى العلاقة عكسية، واحد بيزيد واحد بيقل. طب لو سألتك العلاقة بين تركيز النحاس Cu موجب 2 وكتلة النحاس، هتقول لي واحد منهم بيزيد والتاني بيقل، يعني كتلة النحاس بتزيد
وايوناته بتقل، يبقى العلاقة برضو علاقة عكسية. طب لو سألتك عن العلاقة ما بين كتلة الخرسين زد ان وتركيز ايونات الخرسين زد ان موجب 2، تبقى برضو العلاقة عكسية. طب لو سألتك عن كتلة فلز وتركيز ايونات الاخر، كتلة مثلا الخرسين وتركيز ايونات النحاس، تقول العلاقة بينهم علاقة طردية. طب لو سألتك عن تركيز ايونات النحاس سي وموجب 2، تركيز ايونات الكبريتات، تركيز ايونات النحاس ده بيقل وايونات الكبريتات بيبقى ثابت. ده كده علاقة بين التركيزات وبين الكتل. خلي بالك من الملاحظات دي، انتظرنا في ملاحظات في الكيمياء الكهربية في الفترة الجاية، ملاحظات هامة. في يا شباب في موقع قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.